الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائر يقول: أريد نصيحة لمن أتعبته الذنوب والهموم والغموم. الحمد لله رب العالمين. إن العبد لما خلقه الله عز وجل وأوجده في هذه الحياة جعل له قانونا، متى ما عمل العبد بهذا القانون فإنه لن يجد إلا الخير، ومتى ما تخلف العبد عن قيام بمقتضى هذا القانون الذي والصراط المستقيم الذي فرضه الله فإنه سوف يجد من النكد ومن النغص ومن كدر العيش ومن ضيق الصدر ومن الكروب والهموم والغموم ما الله به عليم، وتزداد كروبه وهمومه وغمومه كلما كثرت مخالفاته لهذا القانون أو الصراط المستقيم، ألا وهو القرب من الله وطاعته. فالعبد لا يجد اللذة والنعيم إلا في القرب من الله عز وجل، فكلما اقتربت هذه النطفة من الله تبارك وتعالى كلما زادت سعادتها واطمأنت نفسها وارتاحت روحها وانشرح خاطرها وهدأ بالها وسعدت في حياتها. وأقصد بالنطفة نحن معاشر بني آدم، ذكورا كنا أو إناثا. فإذا العلة في هذه النكد وفي هذا الضيق والبعد عن الله عز وجل، كلما ابتعدت هذه النطفة عن الله أصابها ما يصيبها من الهموم والغموم، لأنها تعيش في ظلمات بعضها فوق بعض. كيف يسعد الإنسان إذا كان في ظلمات؟ كيف ينشرح خاطره إذا كان في دوامة الذنوب والمعاصي والموبقات يتقحم فيها ويخالف أمر الله عز وجل؟ فإذا الابتعاد عن الله هو موجب الهموم، والاقتراب من الله عز وجل بالتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها وبحسن العبادة وبحسن التعبد له تبارك وتعالى وبالعودة في قوافل العائدين إلى الله وصدق اللجأ والانطراح بين يديه تبارك وتعالى، هذا هو قانون سعادتنا. فإذا كنا نريد أن نكون سعداء فلنقترب من الله عز وجل بطاعته وامتثال أمره. وأما إذا أردنا أن نكون أشقياء فنحن كلما ابتعدنا عن الله عز وجل عشنا حياة الشقاء. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هدايا فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن الله عز وجل بيّن في هذه الآية أن سعة الصدر إنما هي في طاعته والقرب إليه، وأن ضيق الصدر والشقاء إنما هي في الإعراض عن ذكره والإعراض عن عبادته. فلا أجد لك حلا أيها السائل إلا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أنت الآن قوافلك ابتعدت عن الله تبارك وتعالى، ولكن إن شاء الله إذا وفقك الله عز وجل للتوبة الصادقة سوف تتبدل حياتك وينشرح خاطرك وينقلب الأسى فرحا وينقلب الحزن والترح سرورا وأنسا، وسوف تعيش حياة السعداء إذا عشت حياة الأتقياء. فعيش حياة الأتقياء تعيش حياة السعداء، وهذا تلازم ظاهر. فإذا لا أجد لك حلا إلا في أن ترجع إلى الله وأن تدع الذنوب والمعاصي وأن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، ثم بعد ذلك تنظر في حالك كيف تبدلت وحزنك كيف تبدل وهمومك وهمومك كيف جعل الله عز وجل لها فرجا ومخرجا، والله أعلم.